مقابله كنا تنتظروا تكون الصعوبه نظرا لان ما كانتش عندنا اي مراحه كافيه. كنا نعلم كذلك بانه الى ما حسبناش النتيجه لصالحنا في الشوط الاول او على في 60 دقيقه الاولى المخزون بدانا لنا سيرها، خاصه بان ما عندناش عمق يعني في دوك الاحتياط. هذا ما حصل. جوبونس كان الشوط الاول خلقنا فرص تسجيل كثيره ما تعاملناش معها بشكل لائق. كان تصور انه اللاعبين داروا في بالهم بان فالي ماركي افون لا بروميير في لاميطا، هذا يمكن ما دبرناهش بشكل جيد. لكن على العموم الفريق ديالنا لعب بلي كاليتي ديالو، كذلك حتى قراءتنا ديال الخصم عارفين بانهم فريق دفاعيا منظم جدا، وفوالا منعناهم من خروج الكره. الحارس فخر يعني كان حاسما، جات الطال كان حاسم في الشوط الاول. ابخي في لا دوزيام ايطون ابخي ما كانش المخزون المدني ما ساعدناش باش نبقاو مقدمين بشكل جيد، و فوالا مي زعما حنا ما ديناش النقاط وزينا، لكن لم ننهزم يعني باسكو الانهزاميه سي با ان ايتا ديسبري دونك غادي سوف نستقبل المتدرب فوالا وسوف نرحلوا لمدينه برشلونه المجهزه نادي الرياضة الثاني. وراه حنا نسينا بان جميع كان تنتظرنا نخسرو من الدور الواحد، وحنا قلنا بخروج لي سوسبانس طون المسلسل ديالنا ديال التشويق. وراه اليوم ما خديناش النقاط، مي الفريق عنده واحد الشخصية كسبنا احترام ديال الناس كذلك. جو بونس بون جي الهزيمة سوف تقلق الأنصار ديالنا باسكو عارفين الإكراهات اللي عشناها في هاد الخمسة أيام الأخيرة. لكن فوالا اون فوا روبوندير زعما على خوف على اللاعبين داروا مجهود كبير وهذا ما يهمهم. وبانوا على واحد التضحيه كبيره، واحد لابنيكاسيون، واحد نوكران دات جمعه من اللاعبين كان واخا عيا كبير اصروا على مواصله اللقاء. سا سي امبورتون. هاني ان نوبت كتير زمان فوالا. ونتمنى احنا في مستوى هذه المقابله لانها كانت كنا نعتبرها مفصليه في يعني في لا دوزيام سيري من الخمسه المقابلات، لاننا تنعرفوا بان حنا ديما تنستقبلوا خارج الميدان. كنا تنعتبروها فرصه اللي كنا انتصرنا فيها مقابله ديال الاحد المقبل ستحدد بنسبه كبيره يعني تكون فرصه باش نقدروا نبدلوا الاهداف ديالنا. الحاجز اقترب من حاجز 20 نقطة وانت في الشوط الأول، فوالا الشوط الثاني بشكل آخر. فوالا مي سينو ما كثرتش، مي سينو حنا الأهداف ديالنا حنا باقيين فيها. النقاط اللي كان من المنتظر نحسوا عليها حسنا اليوم، فوز خارج الميدان الآن كان مسألة عادية كان عندناها مجد الخط. فوالا لا لوم على اللاعبين، فوالا مي سينو سوف نستمر في العمل في الاجتهاد في دراسة الخصوم بشكل كبير.